ازيكم؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم حاجه كل الستات بتحبها، كل الستات والرجاله وكل الناس، وحتى بنحب نطلبها كتير قوي من بره، الا وهي السيزر سالاد. بس السيزر سالاد من الحاجات اللي هي تقيله شويه، يعني سعراتها الحراريه كده تقيله شويه لان هي بيتحط فيها حاجات كتير. النهارده هنعمل السيزر سالاد بس على طريقتنا بقى ان شاء الله. هقول لكم مع بعض. هحتاج نص او ربع هحتاج ربع صدور دجاج مقطعه متقطعه شرايح. عايزين تعملوها زي الشاورما اوكي، عايزين تعملوها شرايح طوليه اوكي، دي حاجه حسب ما انتوا تفضلوها، بس انا يعني احبها تبقى رفيعه شويه عشان الفراخ تستوي بسرعه لان هي سلطه. هحتاج زعتر فريش، هنحتاج كرنب احمر، هنحتاج خس كابوتشا، هنحتاج انشوجة هنا، هنحتاج علبة انشوجة او شريحتين انشوجة ودول للصوص، وهحتاج ثوم وكيبر. والكيبر ده موجود في مكان المخللات في السوبر ماركت اوكي. وهنحتاج معلقة ليمون، معلقتين او 3 معالق مايونيز لايت، جبنة بارميزان، نحتاج عيش متحمص هنقطعه عيش سن طبعا او توست سن على حسب، او عيش بلدي بتاعنا بتاع بلدنا الجميل. هنحتاج بس نرش رشة زيت زيتون، شوية زعتر، شوية ملح، وهندخله الفرن لحد ما يتحمص اوكي. نبدأ بالفراخ بقى سريعا كده نشوح فيها، وبعدين نبدأ في الصوص لان هي في ناس بتتوه منها، لكن هي ما تتوهش في حاجة، لو عملناها بالراحة خالص مش هنتوه منها خالص. انا محتاجة هنا بس ايه، اقطف الزعتر زي ما بيقولوا، مش ملوخية بس هي اللي بتتقطف يعني. كمان واحدة، انا بحب الزعتر الفريش ريحته تظهر، شخصيته تظهر في الطبق. زعتر طبقة على طبق جبنة قريش كده بالليل مع رشة زيت زيتون وشوية ليمون صغيرين كده، عصرة ليمونة عشان الكالسيوم اللي في الجبنة القريش الجسم يمتصه، حاجة تحفة. البروتينز بالليل كويسة جدا، بروتينات بالليل. طيب دلوقتي هحتاج احط شوية ليمون صغيرين هنا، رشة ملح، رشة فلفل، مش هنكتر بس كفايه قوي لان الصوص فيه حاجات كتير هنحط فيها ملح، رشه فلفل اسود بسيطه، حابين تحطوا عارفين ممكن نحط ايه على الطبق ده، شويه جنزبيل كده في المستخبي كده عشان الحرق. طيب هنحتاج نقلب الكلام ده تقليبة حلوة كده، بسم الله. وانا مسخنة الطاسة احط رشة زيت زيتون وانزل بالفراخ على طول، معلقة زيت زيتون مش اكتر، انزل بالخليط ده. هي الصوت ده انا عايزة اسمعه. دلوقتي في فراخ جت على البلانش، قلت لكم الحركه دي يعني افكركم بيها، هنحط شويه خل عشان الخل ده مضاد للبكتيريا، لحد ما نطلع فاصل وهنغسل البلانش ان شاء الله في الفاصل. بس ما دام جه عليها فراخ وانا هقطع حاجه تانية لازم احط عليها خل، دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، هحتاج هنا كرنب احمر هقطعه، تقطيع بقى اللي انتوا تحبوها.
فيها الكلام الجميل ده. وهحتاج اقلب الفراخ طبعا، دي انا حطها في فراخ نايم، فخليني احطها على جنب كده ما تلمسش اي حاجه. شويه خس كابوتشا، وهنا نقلب الشكل الرائع ده. وهنحتاج هنا نطلع ورق الكابوتشا، الخس الكرنب الاحمر بالشكل ده، ثلاث اربع وحدات كده. محتاج بس اسلكها من هنا تسليكة دي، و هجيب طبق التقديم ده واحط عليه الخس ده مع الخس الكابوتشا الاخضر الجميل. بس هنحاول ايه نلعب شوية في الالوان. ونحط الكرنب الاحمر، الالوان التحفه دي. وبس بالنسبه لي كده خلاص كفايه. ممكن احط شويه اخضر كمان كتبطين للطبق، وهنخليه لحم. عايزه بس ابين شخصيه الخس الكابوتشا شويه، عشان الكرنب الاحمر شخصيته قويه وفارد كده لونه والبهجة بتاعته، بهجة الربيع الجميلة. السلطة دي بقى من الحاجات اللي حلوة جدا للدايت، بس نقلل بس السعرات الحرارية اللي فيها. تمام كده، نبتدي بقى نشتغل في الصوص على بال ما الفراخ تتكتك مع نفسها في النار. هنشيل الكلام ده دلوقتي على جنب عشان الزحمة، وأقلب تقليبة للفراخ. الريحة ما شاء الله جميلة جدا. انا خلاص كده مش محتاجة الكروم، مش محتاجة الخس، مش محتاجة الزعتر. احتاج اجيب الكبة ناحيتي، بحط فيها الانشوجة، شرايح الانشوجة. هو ده خلطة الصوص بتاع السيزر سالد السرية. هنحط حوالي معلقة كبيرة كيبر، وفصين ثوم، هحط معلقتين مايونيز لايت، وهحتاج معلقتين خل. يعني ممكن احط الخل والليمون هنا عشان اخد شوية المايونيز اللي في البولة دي، وشوية خل كمان. هحتاج حوالي معلقة خل، حطهم هنا، مش عايزه افرط انا في شويه المايونيز دول. كده كده هنحط ليمون وهنضرب كل الكلام ده، مش بيقول اتصرف. يلا تمام كده ونضرب. في بقى اختيار هنا، ممكن نحط
معلقة زيت زيتون مش هنكتر عن كده، مش هحط ملح لان الانشوجة فيها ملح والكيبر فيه ملح والمايونيز اوريدي فيه ملح كفاية اوي. وهضرب سرحت مع الفراخ معلش وهقلب الفراخ انا ما شويتهاش المره دي كنوع من انواع التغيير، كذا مره اشوي لكم فراخ فقلت مش كل مره بقى لازم ننوع يعني نعملها بطريقه مختلفه شويه. انا بس عايزه لونها يبقى ذهبي. دلوقتي هنبتدي نحط شويه من الصوص ده هنا او هحطهم على الطبق احسن لان الخس ده بالنسبه لي كتير، احط شويه من الخس ده هنا عارفين انتوا اغنيه سعاد حسني الطبق ده فكرني بالشجر الاخضر بقى ورود هي تحسه ايه حاجة كده زي هي. طيب خلاص كده الفراخ هنحل بس المشكلة اللي هنا، انا اجدع واحدة اجي اخد اي حاجة من الاتجاه ده تقع مني. انا طبعا محتاجة احط هنا العيش هنحط الفراخ الريحة وهمية ما شاء الله هحتاج بقى احط رشة بارميزان، عايزين نعملها بمقشرة البطاطس ونعملها شرايح رفيعة بالطول ماشي، عايزين نرش كده اوكي مفيش اي مشكلة ممكن نرش رشة كده، عايزين نحمص العيش بالجبنة اوكي، بس يعني كل واحد كده بيبقى ليه ممكن يحب يعمل حاجة بطريقة مختلفة. دلوقتي بقى هنجيب الصوص الجميل ده ريحته ما شاء الله جميلة جدا، يلا هننزل بقى بالصوص ده واحدة واحدة. هو ده السر في السيزر سلطة، نحتاج نحط بس حاجة خضرة كده وبكده عملنا اول طبق السيزر سلطة.